هو بأول مساحاتنا الصباحية حنفردها لمساحتنا الطبية وحنحكي عن مرض كثير شائع بين النساء وبصيب النساء بعمر من 18 سنة لعمر ال 44 سنة، وهو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات. طبعا تأثيراته وأعراضه بتختلف من صبية لأخرى، وعم يقولوا طبيا أنه هو له تأثير كثير سلبي على في سن الإنجاب، يعني ممكن يكون له علاقة بإن كان ممكن بالعقم أو بتأخر الإنجاب. صحيح رشا، والنساء أو الفتيات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض هنا عم يكونوا بين عمر 18 ل يعني 44 سنة، وأيضا مثل ما قلتي بالنسبة لموضوع الإنجاب والخصوبة هو حلم كثير عند السيدات، فهذا المتلازم عم بتأثر على يعني موضوع الحمل بنسبة 10% وبعض الدراسات. كرمال نحكي أكثر عن هذا الموضوع ونعرف المعلومات الطبية الصحيحة، رح يكون ضيفنا لليوم هو الدكتور رفائيل عطلة، أخصائي بالأمراض النسائية والتوليد. يسعد صباحك حكيم وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يا هلا. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. دائما المبيض متعدد الكيسات أو أكياس على المبيض، هدول المرضين يمكن الأكثر شيوعا عند السيدات وبيكون في نوع من الخلط بيناتهم، خلينا هيك نميز بيناتهم أول شيء ونعرف شو هو متلازمة المبيض متعدد الكيسات. هلا بالبداية نحن خلينا ناخذ مصطلح المبيض متعدد الكيسات، هو مظهر يعني خلينا نقول بالإيكو أنا عم صور عم شوف مبيض متعدد الكيسات، بس ممكن هذا الشيء بيكون لحاله بدون أي أعراض ثانية نهائيا. هلا وقت نقول متلازمة المبيض متعدد الكيسات، معناتها أنا صار في عندي عم صور بريكو بشوف مبيض متعدد الكيسات وعم شوف أعراض إضافية، صار عندي مثلا حب الشباب، البدانة، التباعد الدورات، هذا الشيء مجموع كل هذا مع بعضه صار اسمه متلازمة. فلذلك نحن بدنا نميز بين شيء اسمه مبيض متعدد الكيسات ممكن بشكل روتيني نحن عم نصور بالإيكو بنشوفه بالإيكو، أو متلازمة مبيض متعدد الكيسات هو صار مجموعة من الأعراض بالإضافة لمظهر بالإيكو أنه مبيض متعدد الكيسات. هلأ بدي ميز بين شغلتين، المبيض متعدد الكيسات المتلازمة هو مبيض يحتوي على كويسات صغيرة جدا، أما نفرق بينه وبين كيسات المبيض هي بتكون كيسات كبيرة ممكن أكبر من 3 سنتي، تكون 4 سنتي و5 وأكبر. هاي الكيسات تختلف عن موضوع متلازمة متعدد الكيسات. المتلازمة هو مرض خلينا نقول استقلابي، يعني مرض بيصيب الجسم كله، أما كيسات المبيض هو ممكن خلل هرموني بتطور الجريبات أو تطور ما بعد الإباضة بيعمل هذا الكيسات، إن كانت كيسات وظيفية أو كانت كيسات غير وظيفية كمان. هلأ متلازمة متعدد الكيسات شائعة، تقريباً 10% من الإناث ممكن ينصابوا فيها، وهذا الشيء يعتبر رقم كبير. خلال تسلسل الحلقة اليوم رح نوضح قديش نحن لازم نخفف من هذا العبء على الإناث اللي ممكن بيتوتروا نفسيا من الموضوع المتلازمة اللي ممكن تكون متواجدة، مثل ما ذكرت هي متواجدة بنسبة مو سهلة تقريبا 10% من الإناث. هلا يمكن تسميات قريبين لبعض ولكن كل شيء له يعني اعراض واسباب وطرق علاج مختلفه، خلينا اليوم هيك نختص بالمتلازمه ونحكي اليوم شو اهم الاسباب، هل اليوم الوراثه لها علاقه الاسباب النفسيه؟ تمام، هلا المتلازمه مريض كذا اهم الاسباب هي مجهول السبب، انه ما في سبب واضح ليش بده يكون عند هي الانثى متلازمه مريض، يعني مجهول السبب هذا اللي هو اشيع شيء. هلا في نسبة من الإناث بيكون عندهم تقريبا قصة عائلية، يعني مثلا ممكن تكون الأم أو أخت أو خالة عندهم نفس القصة متلازمة مبيض متعدد، هذا موجود ومذكور، معناتها في عندنا قصة وراثية ممكن تتواجد بالعائلة إنه لقصة مبيض متلازمة مبيض متعدد الكيسات. في أسباب بخلال تطور الهرمونات كمان ممكن تكون لها دور كبير. هلا النقطة المهمة بمتلازمة مبيض متعدد الكيسات هو موضوع المقاومة للأنسولين. هلا نحن ذكرت من شوي انه هي متلازمه خلينا نقول جهازيه او استقلابيه، في عندنا مقاومه للانسولين. الانسولين شو هو؟ بينفرز من الجسم من البنكرياس حتى يخلي السكر يفوت على الخلايا. هلا وقت يكون في عندي انا مقاومه للانسولين شو بيصير؟ هذا الانسولين بيزداد بالجسم بشكل كبير، وقت يزداد بالجسم بشكل كبير بيترافق مع هو يعتبر هرمون بناء، فلذلك بنشوف بيترافق مع بداني اكثر. المقاومة للأنسولين بنشوف زيادة الشحم الموجود وبيعمل كمان زيادة أنسولين. زيادة الأنسولين بالجسم نتيجة المقاومة بتخلي هاي المتلازمة كلها
تعمل إفرازات غريبة من المبيض، فبيصير عند المبيض بيفرز أنا هرمونات ذكورية أكثر، وهذا الشيء اللي بنشوف نحن ليش بتصير الإناث اللي بيعانوا من المتلازمة زيادة شعر، بيصير عندنا زيادة شعرانية، حب الشباب بيزيد أكثر، بنشوف في تباعد بالدورات. معناتها نحن عندنا أعراض عديدة، هاي الأعراض قد تكون لها علاقة بفرط الأندروجين. نعم. مثل ما ذكرت شعرانية، حب الشباب، تساقط الشعر الفروة، هدول بيزدادوا. البدانة برجع بأكد شغلة مهمة كثير، وخاصة أكثر الأسباب دائما بحذر الأطباء منها. تمام. البدانة بس بدي أركز على شغلة واحدة، إنه البدانة عند الأنثى في هذه الحالة تكون بدانة جذعية بالبطن، منطقة الحوض، يعني بالبطن إجمالا. نحن البدانة عند الذكور بتكون البدانة بمنطقة الكرش أو منطقة البطن بتكون أكثر، عند الأنثى بيكون البدانة غالبا بمنطقة الوركين. هلا بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، باعتبار صار عندي أنا فرط أندروجين، فرط تستوستيرون، البدانة اللي بتكون عند الأنثى بهي الحالات بتكون بدانة بمنطقة البطن، وهي من النمط اللي نحن بيصير بيساعدنا أكثر بالتشخيص، بالإضافة إلى خلينا نقول وجود التستوستيرون العالي، المظاهر الأندروجينية بتخلي هذا المبيض ما عاد يشتغل مظبوط. يعني شو بيصير؟ ما عاد بيصير عندي إباضة، وقت ما بيصير عندي إباضة بتصير الدورات متباعدة. نعم. وبيصير حتى كمية الطمس، دم الطمس بتكون كمية قليلة، فلذلك ممكن السيدة خلال السنة كلها بتقلك أنا ما بشوف الدورة غير 3-4 مرات بالسنة. هذا السبب له علاقة كتير بموضوع أنه التستوستيرون بيخلي الإباضة ما بتصير، فلذلك تشوف الدورات تكون متباعدة جدا يعني. نعم. دكتور خلينا نحكي أكثر عن موضوع النظام الغذائي وقديش بيأثر على الحالة. كلنا بنعرف الأكل اليوم اللي عم ناخده يعني نتناوله للأسف هو غير صحي، كتير فيه هرمونات عم بيكون، وأحيانا ما عم يكون يعني ما عم ناخد المصادر الغذائية الكافية، وهذا الشيء عم بيأثر بشكل كتير كبير على المرض. خلينا دائما عن تأثير النظام الغذائي، خلينا دائما نربط بين موضوع متلازمة المبيض المتعدد الكيسات والبدانة. كل أنثى عندها وزن فوق المعدل الطبيعي، تمام، هذا يؤدي إلى تفاقم الحالة. يعني أنا سيدة أنثى عندها متلازمة المبيض المتعدد الكيسات بس وزن مثالي، نادرا ما يكون فيه مشاكل، بس إذا وزن فوق المعدل فهذا الشيء بيعمل تأثيرات سلبية أكثر. هلأ دائما بالموضوع المبيض المتعدد الكيسات المتلازمة بنحكي عن تعديل نمط الحياة. هلأ وقت يكون في عندي بدانة، معناته أنا لازم أول خط بالعلاج هو إنقاص الوزن. انقاص الوزن كيف بده يكون؟ اول شيء موضوع تغيير نمط الحياه، ودائما بهذا المصطلح اللي بيقولوا change the style of life، بدي غير انا نمط حياتي. يعني انا كل شخص بيكون عنده نمط حياه سيء في موضوع النظام الغذائي. هلا ممكن اناس مثلا بياكلوا شيبس كثير، ممكن شوكولات كثير، ممكن خبز كثير، ممكن معجنات كثير، فلذلك نحن قدر الامكان النظام الغذائي يكون اول شغله ضبط موضوع الخبز، المعجنات، الرز، المعكرونة، البطاطا، هدول الشغلات كلها بتزيد الوزن بشكل مرعب. فلذلك الدهون، الاعتماد على البروتين النباتي أهم من البروتين الحيواني بهذا الموضوع، بالإضافة إلى نمط تغيير نمط الحياة وتغيير النمط الغذائي. نحن دائما بنركز على خلينا نقول أنه الأكل الإناث اللي بيعتمدوا عليه بشكل يومي. هلا معظم الأشخاص في عندهم نمط سيء، فلذلك نحن لازم نبحث، يعني كل أنثى هي بتعرف شو النمط السيء اللي عندها، فلذلك نحن كأطباء دائما بنبحث عن هذا الخلل اليومي اللي بيكون في حياة الأنثى لتعديله. ممكن هذا فقط بيغير من موضوع الغذاء. وفي شغلة مهمة كتير اللي هي الرياضة. يعني أنا وقت بدي أحكي عن النظام الغذائي بدي أحكي مع رياضة، تقريبا التوصية هي على الأقل 3 مرات بالأسبوع لمدة 60 دقيقة. هذا الشيء ممكن بس يخلي الوزن ينزل شوي، بنشوف المبيض لحاله بلش يشتغل وبلش تصير إباضة بشكل جيد.
طب دائما احنا بنقول دكتور انه الشخص هو طبيب نفسه، وانت ذكرت انه دائما في خلل بحياتنا المفروض نحن نروح لحتى يعني نصلح بحياتنا، وذكرت اليوم الحميه والنظام الغذائي زائد الرياضه. خلينا نروح للطرق الطبيه العلاجيه، خلينا نروح للادويه. اليوم كطبيب حضرتك شو هي خطه العلاج اللي بتشتغل عليها مع المريضه؟ وايمت ممكن يكون في تدخل بالجراحه؟ هلا انا بس بدي ركز على شغله واحده، كلمه مبيض متعدد الكيسات اذا بدون اي اعراض اخرى، يعني بس مظهر بالايكو ودوره منتظمه بدون شعرانيه وبدون حب شباب، يفضل حكى اطباء ما نخبر حتى الانثى انه في عندك مبيض متعدد الكيسات. ما المفروض تكون في قصص وقائيه دكتور؟ لا ما في داعي، بس ضبط الوزن فقط. ايه هلا كعلاج مثل ما ذكرت، الخط الاول بالعلاج هو مو علاج دوائي، الخط الاول بالعلاج هو انا بدي اشرح شو اليه هاي المتلازمه للانثى. بس بشرح لها هاي الاليه معناتها انا بدي يكون الخط الاول بالعلاج هو تعديل نمط الحياه، تمام، النمط الغذائي وانقاص الوزن هو الخط الاول بالعلاج. هلا نحن اذا ما بالاضافه لهذا العلاج ممكن ندخل علاجات اخرى كمانعات حمل دوريه، ممكن ندخل الميتفورمين. الميتفورمين بفيد كفكره انه نحن مثل ما ذكرت قبل شوي انه كاليه هو مقاومه للانسولين، ميتفورمين هو دواء خافض للسكر وبيعمل على تخفيض مقاومه الانسولين، فممكن يفيد بهذا الموضوع. هلا العلاجات الجراحيه طبعا هي خط لاحق، يعني مثل تنظير البطن ممكن نعمل تسقيب المبيض بالتنظير. نعم. هذا الشيء بيخلي الامور تتحسن اكثر، بس طبعا هذا التسقيب المبيض مو عند الغير متزوجات، يعني ممكن نحن سيده متزوجه في عندها مشكله بالاباضه، في عندها مشكله بالانجاب، في عندها تباعد بالطموس، الاباضه ما عم تكون جيده، ما عم تستجيب على الادويه، ممكن يكون احد الخيارات هو تسقيب المبيض بالتنظير، وهذا الشيء ممكن يكون له فائده. هلا بالعلاجات المتقدمه اذا كان في ما صار حمل وتاخرت الامور ممكن نوصل على مرحله طفل الانبوب، طبعا له اعتباراته الخاصه كمان طفل الانبوب بموضوع متلازمه المبيض متعدد الكيسات. معناتها الخط الاول بالعلاج نرجع اكد على شغله واحده هو انقاص الوزن. كل ما كان الوزن مثالي كل ما كانت اعراض المتلازمه تقريبا معدومه. طيب دكتور حكينا مع حضرتك عن طرق العلاج، بس خلينا نرجع نأكد على عوامل الخطورة بهذا المرض، حالات الإهمال وين ممكن توصلنا، قديش ممكن هذا يأثر بشكل أكبر على موضوع الخصوبة؟ هلأ موضوع الخصوبة تقريبا مثل نذكر تقريبا ممكن 30% من حالات العقم عم تكون لها علاقة بالإباضة وموضوع المبيض متعدد الكيسات. هلأ برجع بأكد أنا المشكلة عندي هي مشكلة إباضة، مشكلة الإباضة عم تأخر الإنجاب، فلذلك نحن أنا بدي أشتغل على موضوع الإباضة. هلا الإباضة كيف بدي أشتغل عليه؟ برجع بحكي ممكن تكون العلاج فقط إنقاص وزن، بنشوف المبيض اشتغل لحاله وصارت الإباضة. عندت القصة أكثر ممكن أشتغل على موضوع تحريض الإباضة، أعطي محرضات الإباضة فبتتسرع القصة وبتصير الإباضة بشكل أسهل. هلا تأثيره على العقم موجود ولكن خلينا نقول حلوله سهلة. يعني ممكن يؤدي الى نقص خصوبه خلينا نقول، ولكن الحلول تبعيته هي يعني الوصول للاباضه ما انا صعبه كثير الا في حالات معنده جدا يعني، بس غالبا الحلول بتكون سهله جدا يعني. طيب دكتور بالوقت المتبقي نسالك عن معلومتين هنن شائعات جدا ولكن دائما احنا بناكد عليهم خلال صباحنا. دائما وقت بنقول موانع حمل بخطه العلاج الصبيه بتوقف، وخاصه اذا ما كانت متزوجه بتخاف من هذا الموضوع، بتسمع كلام الجاره الخاله انه ممكن يعمل لك عقم فيما بعد، قد ايه تاثيره على موضوع الخصوبه فيما بعد؟ ليس له اي تاثير، يعني انا دائما اي انثى تتناول مانعات الحمل المركبه، هلا دائما انا بيقولوا مثلا شو هو احتمال الحمل في الدوره التالية لإيقاف مانعات الحمل، يعني أنا أنثى أخذت مانعات حمل شهرين ثلاثة أربعة وقفتهم، هلا علميا بيقولوا شو احتمال الحمل، شو احتماله دكتور؟ بعد إيقاف مانعات الحمل مثل أي أنثى أخرى. طب ما بتقلي اليوم عملية الإباضة من خلال هي الموانع؟ هلا أثناء موانع الحمل أثناء تناول مانعات الحمل تتوقف الإباضة، يعني مانعات الحمل هو عملها هو طبعا. إيقاف الإباضة، بس نوقف مانعات الحمل مباشرة خلال الدورة التالية
ترجع الإباضة نظامية ولك ما لها أي تأثير نهائيا. كمان بتسألك عن حب الموتفيرال أو أي نوع اللي هو من يعني عمله ضبط الأنسولين بالجسم. اليوم عم نشوف كثير صبايا عم تروح تاخده بقصد الحمية من دون ما يكون عنده أعراض لا متلازمة ولا شعرانية ولا شيء. أدي هذا الموضوع بيأثر؟ هل له تأثير سلبي؟ هلا هو تم ذكر أنه ممكن هو من أحد الأدوية اللي بيعمله تقريبا نقص شهية يعني، فممكن بيفيد موضوع الوزن. بس أنا دائما بحكي أنه الإرادة هي أهم شيء. يعني أي أنثى ترغب بإنقاص الوزن تمام، خليه تعتمد على نظام غذائي، بتضبط النظام الغذائي تبعها ما دام إرادتها هي عم تبحث عن إنقاص الوزن. هلا بس هو المشكلة شو بيصير؟ المشكلة بيصير أنا من خلال المتابعات والعيادة كثير من الإناث أنه هن بدهم يستمروا على نفس النمط الغذائي تبعهم بس بدهم ياخذوا أدوية لينزل الوزن. ما في إرادة، دائما نرجع لموضوع الإرادة. فنرجع دائما على موضوع أنا بس يكون عندي إرادة لإنقاص الوزن، أنا ما بعتقد أي دواء ممكن. خلص صحيح. برنامج رياضي مع صحيح. نظام غذائي بعتقد بيكون كافي لإنقاص الوزن وتحريض الموضوع الإبارة. شكرا دكتور لحضورك اليوم، وشكرا لكل المعلومات اللي ذكرتها، وأكيد بالصحة والسلامة لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم. شكرا كثير لك دكتور، وأهلا وسهلا فيك.